السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم ويا رب موسى وهارون ويا رب نوح وإبراهيم ويا رب عيسى ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. كيف حالكم أيها الأبناء الطلاب؟ الحمد لله نحن جميعا بخير وعافية. في الأسبوع الماضي تعلمتم الحوار بين الأب وابنه، بين الوالد وولده، بموضوع الوقوف في عرفات. أي موضوع؟ أي نعم، الوقوف في عرفات. كيف فهمتم؟ إن شاء الله من قرأ مرارا أو مرات حفظ وفهم إن شاء الله. أيها الأبناء، الآن أجب عن الأسئلة، أجيب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، أيها الأخوة، الإجابة: هناك كانت موجودة في السؤال الأول من طائفة ألف وطائفة باء وطائفة جيم. إذن لكل طائفة 5 أسئلة. الآن الطائفة الأولى، طائفة جيم، طائفة ألف، عفوا، الطائفة الأولى طائفة ألف، استمعوا جيدا ثم أجيبوا. السؤال الأول: هل بدأت السيارات تتحرك إلى عرفات؟ هل بدأت السيارات تتحرك إلى عرفات؟ الجواب: نعم، بدأت السيارات تتحرك إلى عرفات. نعم، بدأت السيارات تتحرك إلى عرفات. السؤال الثاني:
هل لبس الحجاج ملابس الإحرام؟ هل لبس الحجاج ملابس الإحرام؟ الجواب: أي نعم، نعم لبس الحجاج ملابس الإحرام. السؤال الثالث: هل يمر الأب وابنه بمزدلفة بعد الغروب؟ مرة أخرى: هل يمر الأب وابنه بمزدلفة بعد الغروب؟ الجواب: أي نعم، نعم يمر الأب وابنه بمزدلفة بعد الغروب. نعم يمر الأب وابنه بمزدلفة بعد الغروب. السؤال الرابع، طائفة ألف: هل يجمع الحجاج الحصى ليرجم الشيطان؟ مرة أخرى: هل يجمع الحجاج الحصى ليرجم الشيطان؟ الجواب: نعم يمر الحجاج، أي عفوا، ماذا السؤال؟ السؤال الرابع: هل يجمع الحجاج الحصى ليرجم الشيطان؟ الجواب: نعم يجمع الحجاج الحصى ليرجم الشيطان. السؤال الخامس: هل يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر شوال؟ هل يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر شوال؟ الجواب: نعم صحيح، يحتمل ماذا؟ مرة أخرى السؤال: هل يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر شوال؟ لا، لا يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر شوال، أو لا يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر ذي الحجة. يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في شهر ذي الحجة. والآن سؤال طائفة ب: استمعوا جيداً.
إلى أين تحركت السيارات؟ إلى أين تحركت السيارات؟ الجواب أي نعم، تحركت السيارات إلى عرفات، تحركت السيارات إلى عرفات. السؤال الثاني، أين يقف جميع الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة؟ سأكرر، أين يقف جميع الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة؟ الجواب أي نعم، يقف جميع الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات. يقف جميع الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات. السؤال الثالث، أين يذهب الأب وابنه بعد الوقوف بعرفات؟ أين يذهب الأب وابنه بعد الوقوف بعرفات؟ الجواب أي نعم، يذهب الأب وابنه إلى منى. يذهب الأب وابنه إلى منى بعد الغروب. مرة أخرى، سؤال كم؟ أي نعم، السؤال الثالث، أين يذهب الأب وابنه بعد الوقوف بعرفات؟ يذهب الأب وابنه ماذا؟ أي نعم، يذهب الأب وابنه إلى منى بعد الوقوف بعرفات. نعم، شكرا. السؤال الرابع، أين يجمع الحجاج الحصى؟ ما معنى الحصى؟ الحصى شيء صغير من الأرض، كريكيل، الحصى بمعنى كريكيل، الحصى، الحصيان، الحصيات. أين يجمع الحجاج الحصى؟ الجواب يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة.
يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة. السؤال الخامس، طائفة ب، أين يقيم الحجاج أيام العيد؟ أين يقيم الحجاج أيام العيد؟ ما الجواب؟ أي نعم، يقيم الحجاج أيام العيد بمنى. يقيم الحجاج أيام العيد بمنى. والآن السؤال أو الأسئلة، طائفة جيم، السؤال الأول، متى يبدأ عيد الأضحى؟ متى يبدأ عيد الأضحى؟ الجواب، يبدأ عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة. يبدأ عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة، أي في التاريخ العاشر من ذي الحجة. السؤال الثاني، متى الوقوف بعرفات؟ متى الوقوف بعرفات؟ الجواب، الوقوف بعرفات في التاسع من ذي الحجة. الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة. نعم، في اليوم التاسع أي في التاريخ التاسع من ذي الحجة. متى الوقوف بعرفات؟ الجواب، الوقوف بعرفات في التاسع في اليوم التاسع من ذي الحجة. السؤال الثالث، متى يتحرك الحجاج من عرفات؟ متى يتحرك الحجاج من عرفات؟ الجواب، أي نعم، يتحرك الحجاج من عرفات بعد غروب الشمس. يتحرك الحجاج من عرفات بعد غروب الشمس. السؤال الرابع،
لماذا يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة؟ لماذا يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة؟ الجواب: يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة لرجم الشيطان. هنا أو يجمع الحجاج الحصى ليرجم الشيطان. يرجم يرجمان يرجمون. يرجم ليرجم. يرجمان ليرجما. يرجمون هم يرجمون ليرجموا. يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة ليرجموا الشيطان أو رجم يرجم رجما لرجم الشيطان. يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة لرجم الشيطان. هناك في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم ما معنى الرجيم؟ رجم يرجم. أي نعم، من الشيطان الرجيم. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ar-rajim, yang terkutuk. Rajama yarjum li rajmi syaitan. مرة أخرى، السؤال الرابع: لماذا يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة؟ يجمع الحجاج الحصى من مزدلفة لرجم الشيطان. أين رجم الشيطان؟ أين؟ رجم الشيطان في منى. السؤال الخامس: لماذا يتوجه الحجاج إلى مكة بعد ذلك؟ لماذا يتوجه الحجاج إلى مكة بعد ذلك؟ الجواب: أي نعم، يتوجه الحجاج إلى مكة بعد ذلك لطواف الإفاضة. كيف تذكرتم طواف الإفاضة؟ أي نعم، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ما هو ركن الحج؟ أي نعم، من ترك أو لا يعمل ركن الحج فحجه لا يصح. إذن ركن الحج لابد أن يعمل
لابد أن يعمله الحجاج. ركن الحج لابد أن يعمل. من ترك ركن الحج مثل طواف الإفاضة فلا يصح حج. من ترك ركن الحج مثل طواف الإفاضة فلا يصح الحج. سأكرر السؤال الخامس، لماذا يتوجه الحجاج إلى مكة بعد ذلك؟ يتوجه الحجاج إلى مكة بعد ذلك لطواف الإفاضة. يتوجه الحجاج إلى مكة بعد ذلك لطواف الإفاضة. نعم أيها الأبناء الطلاب، انتهينا من الأسئلة طائفة ألف وطائفة باء وطائفة جيم. أشكر شكرا على اشتراككم في هذه الدراسة، دراسة اللغة العربية، وإن شاء الله سنستمر هذه الدراسة أي مادة اللغة العربية في الأسبوع الآتي. تذكرتم؟ نستمر دراسة اللغة العربية في الأسبوع الآتي بمشيئة الله إن شاء الله. أيها الأبناء الطلاب، انتهينا هذا اللقاء، فلا تنسى أن تشارك في الدراسة، دراسة اللغة العربية في الأسبوع الآتي إن شاء الله. أقول لكم مع السلامة وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.